مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. اليوم هنعمل سناك الشوفان، سهل وسريع جدا. يلا الوصفة. 2 كوب من الشوفان 200 جرام، كل كوب 100 جرام، 2 كوب 200 جرام. 1 كوب مكسرات، النوع هو اختياري. 1 كوب مكسرات 150 جرام. نصف كوب جوز الهند 50 جرام. بنحرك وبنوضع ملعقة صغيرة من القرفة، هو اختياري حسب ذوقكم. بنحمص على نار خفيفة، التحريك باستمرار تقريبا 5 دقائق. هيك بعد ما تحمصت نتركها حتى تبرد. بعد ما تبرد بنقسمها إلى قسمين، لكل كوب ملعقة كبيرة عسل، يعني لكل كوب من المكونات ملعقة كبيرة عسل 40 جرام، 2 كوب يعني 2 ملعقة كبيرة 80 جرام، 1 ملعقة كبيرة دبس التمر لكل كوب من المكونات 2 كوب يعني 2 ملعقة كبيرة. نوضع زبيب نصف كوب، نقسمهم إلى قسمين يعني كل قسم ربع. هذا هو فقط أفكار، ولكن أنتم ممكن تحذفوا مكونات أو استخدام أي نوع من المكسرات أو من البذور أو الفواكه المجففة. الكمية هي اختياري، المهم لكل كوب من المكونات ملعقة كبيرة عسل أو دبس التمر يعني 40 جرام لكل كوب حسب ذوقكم. المكونات فيكم تحذفوا، فيكم تضيفوا مكونات، هذا حسب ذوقكم. نضغط بكل قوة، نوضع ورق الزبدة ونضغط بكل قوة أو قطعة نايلون، ونضغط جيد هيك مثل هيك لازم تكون. نضعها بالثلاجة أقل شيء 4 ساعات، يفضل تفضل أكثر من 4 ساعات. هيك بنقطعها بالشكل اللي احنا بنحبه، سواء كبيرة أو قطع صغيرة. تشوفوا كيف كتير هي روعة، مش محتاجة لا فرن ولا طهي ولا أي شيء، هي متماسكة بعد 4 ساعات بتكون متماسكة 100%، ولكن لو كان فترة أطول بكون متماسكة أكثر، كمان أكثر من هيك. ممكن نعملها قطعة صغيرة، ممكن نعملها، ممكن نلفها بورق ألمنيوم، ممكن نغلفها بورق الزبدة حسب المتوفر عندكم، حسب ذوقكم، ممكن بدون تغليف. المهم يكون التخزين دائما بالثلاجة. ملاحظة، يجب دائما التأكد من المكونات أو من الوصفات بشكل عام إنه بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد وصفة أو مكونات بتناسب جميع الأشخاص. وصفة كثير بسيطة وسهلة، أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كثير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى يشتركوا بقناة اليوتيوب باسم القناة شيخ نايل مشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.